بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، اهلا وسهلا بحضراتكم، معكم محمد علوي واستكمال لسلسله الشروحات اللي بداناها عن موضوع الانسيدنت ريسبونس. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن الفرق ما بين الانسيدنت والايفنت، وصفنا كل تعريف فيهم، وكمان اتكلمنا عن التايم فريم اللي المفروض يكون موجود عندي والكاتيجوريز اللي بصنف فيها الانسيدنت بتاعتي. النهارده بقى هنسال سؤال مهم، وات از ذا انسيدنت ريسبونس. طبعا احنا جايبين لكم كده تو سلايدز زراف حاطين فيهم طبعا طوافات الانقاذ اللي موجوده وسمكه قرش كده ظريفه موجوده معانا في السلايد، دليل يعني على ان احنا عندنا مشكله كبيره. يعني الانسيدنت طبعا بتمثل للمنشات وبتمثل للشركات وبتمثل لاي حد بيشتغل في اي قطاع مشكله كبيره جدا في ان هي ممكن تصيبه بحدث وضرر كبير. فعشان كده لازم نعرف ازاي نتعامل مع الامر ده، ازاي نبتدي نمشي على فيزس معينه نبتدي نتعامل فيها مع الانسيدنت. اكيد كلنا طبعا اتعرضنا لانسيدنت في الاماكن اللي بنشتغل فيها بشكل او باخر، وبرضو اكيد احنا شفنا المنظر اللي موجود في الصورة، ان طبعا الناس بتخبط في بعض وكل واحد بيجري بيحاول يشوف الانسيدنت دي سببها ايه، ايه المشكلة بتاعتها. ممكن طبعا الانسيدنت تكون بشكل او باخر مختلف، لكن في النهاية بنشوف ناس بتخبط في بعض. ممكن تكون اتعرضت قبل كده لمشكلة عندك في الداتا سنتر كبيرة ناتجة عن اتاكس او ناتجة عن فيلير حاصل بشكل كبير، فبنلاقي في تخبط كبير، بنلاقي الناس كلها بتحاول تدور على سبب المشكلة، وممكن كمان يتم اكتشاف المشكلة بعد وقت كبير من حدوثها، وده اكبر ضرر ممكن يحصل. ما ينفعش ان النهاردة يكون مثلا عندنا قسم الاي تي اللي متوفر ليه الميزانية كبيرة جدا ومتوفر ليه كافة التكنولوجيز اللي يقدر يتعامل بيها ويقدر ان هو يسهل بيها الشغل على البيزنس ويسهل بيها الشغل على الانفيرمنت اللي احنا بنشتغل فيها، ونتفاجئ في النهاية ان احنا مش قادرين نتعامل بشكل صحيح او قادرين نستبق المشكلة قبل ما تحصل. عشان كده عايزين نتكلم عن الانسيدنت ريسبونس فيسز فوت ستيبس اللي احنا هنمشي عليها في يعني نقاط بسيطة كده وتوضيحية. أول نقطة، لما بيحصل عندي incident لازم يكون في عندي preparation، لازم يكون في تحضير، لازم يكون عندي establish the rules، يكون في إنشاء للرولز اللي موجودة، أحدد فيها responsibility، أحدد فيها plans الخطط اللي أنا هشتغل عليها عشان أبتدي أهندل incident دي. لازم أبتدي أحضر نفسي بشكل منظم وبشكل سريع، أحدد responsibilities، أحدد خطط، أبتدي أكون عارف بؤرة المشكلة فين، بؤرة الحادثة فين، عشان يكون التعامل معاها بشكل صحيح. Detection and Analysis، عملية بقى الاكتشاف وعملية ان انا ابتدي اعمل analysis على الموضوع وابتدي اعمل تحليل ليه، ده من خلال مقومات بتكون موجودة عندي في ان يكون عندي identify للانسيدنت دي بشكل مبكر. وطبعا في امثلة كتير للموضوع ده، لو بنتكلم مثلا على attacks بتحصل، فلو انا عندي اي بي اس موجود او عندي حاجه بتقدر ان هي تستبق الحدث او حاجه بتقدر تشوف المشكله قبل ما تحصل، لو عندي سيم سوليوشنز موجوده باشكال كتير جدا ممكن تبتدي تديني نوتيفيكيشن او ورنينج، لو عندي ابلكيشن بتشتغل مثلا از مونيتورنج على السيرفيسز اللي موجوده عندي، فممكن لو حصل فيلير على مثلا سيرفرز موجوده عندي في الداتا سنتر او حاجه موجوده داخل القسم الاي تي بتاعي بيحصل لها عدم اتاحه في ان انا اصل اليها، فيبتدي يديني نوتيفيكيشن بشكل مبكر. الموضوع ده مهم جدا، زي ما احنا حتى بنشوف في اجهزه انذار الحريق واجهزه الاطفاء اللي هي بتديني نوتيفيكيشن لو حصلت مشكله. كنا ضربنا امثله قبل كده عن بعض الامور دي وعن بعض الميثودز دي في المحاضرات الخاصه بالسايبر سيكيورتي فاندمنتال اللي كنا بداناها على منصه ديفنسيف. الانفستيجيشن بقى وعمليه التحقيق بتتطلب مني مقومات ان يكون عندي ايدنتيفاي لشكل الخصم اللي انا هتعامل معاه، يعني يكون انا فاهم اصلا الخصم اللي بيتعامل معايا ايه بالظبط. هل دي مثلا هجمه دينايل اوف سيرفيس بتحاول توقف وظائف حيويه، هل مثلا دي مشكله عندي مثلا في نظام التبريد مثلا الموجود في الداتا سنتر فحصل فيه خلل فادى مثلا ارتفاع درجه حراره ففيلير للسيستمز كلها، فده عمل لي مشكلة بالنسبة لي. كمان بقى ان انا ازاي ابتدي اعمل ميتيجيشن وابتدي اعمل ريكفري من خلال بروسيجرز موجودة عندي تقدر ان هي بتحتوي على الانسيدنت اللي موجودة، واقدر ان انا من خلالها يكون عندي ريديوس اقلل من الخسائر اللي موجودة عندي في الاوبريشن وارجع الاوبريشن بشكل نورمال يشتغل مرة تانية بشكل صحيح. ده نقطة مهمة جدا في كيفية ان انا يكون عندي ميتيجيشن، اقدر ازاي اتعامل مع الانسيدنت دي، ويكون في عندي ريكفري بلان. يعني لو على سبيل المثال مثلا قلنا ان رانسوم وير ضرب السيرفرز بتاعتي، فلو انا عندي باك اب وباخده بشكل
سكاجولد واموري طيبه، فخلاص انا قادر ان انا اقدر اعمل ريكفري، ومن هنا هقدر ان انا اقلل الخسائر اللي موجوده عندي، واقدر ان انا اطلع باقل الخسائر من الانسيدنت اللي حصل. الاهم جزء بقى في الموضوع البوست انسيدنت اناليسيس، واغلب الاماكن حاليا دلوقتي عندها البورتلز بتاعتها اللي فيها لما بتحصل انسيدنت، بعد ما بتحصل كده والناس بتهدى وتبتدي ان هي تفهم اللي بيحصل من حواليها ازاي، تقوم بتسجيل الانسيدنت دي بشكل منمق وبشكل سهل على اي حد في الاداره اللي موجوده يقراه. ليه بقى؟ عشان خاطر لما تتكرر الانسيدنت دي مره تانية اقدر ان انا اخش اعمل سيرش على الانسيدنت دي، الاقي اه والله ده الانسيدنت دي حصلت في اليوم الفلاني وده كان التوصيف بتاعها، فاقدر اتعامل معاها بشكل صحيح وسليم. يبقى انا كده بوفر وقت، وكمان برجع للجزء بتاع الميتيجيشن والجزء بتاع الريكفري، خدت بالك؟ وبقدر ان انا امشي الامور بشكل صحيح. لو جينا نشوف بقى السكرين شوت اللي موجوده معانا دي او الصوره التوضيحيه اللي موجوده، هنلاقي فيها عندي هنا الجزء الخاص بالبوست انسيدنت اكتيفيتي بيوديني للجزء بتاع البريبريشن. يعني هو عايز يقول لك ان انت لما بتحصل الانسيدنت هتروح تدور على البوست انسيدنت اكتيفيتي، فده هيكون مهيئك ومجهزك ان انت ازاي تتعامل مع الانسيدنت. كمان هلاقي فيه لوب موجود ما بين الديتكشن اند اناليسيز وما بين الجزء بتاع الريكفري في شكل فيه لوب، يعني ده بيوصلني للمرحله دي، والمرحله دي كمان بترجعني مره ثانيه للديتكشن والاناليسيز. دي كده اشكال الانسيدنت الريسبونس فيسز اللي موجوده عندي.